المؤمن يعلم أن لله أوقاتا فاضلة ومباركة، وهو عز وجل من شاء أن يجعلها كذلك. ومن بين هذه الأوقات ليلة القدر التي قال فيها ربنا: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد اختلف العلماء في سبب تسميتها بليلة القدر، فمنهم من قال أنها سميت كذلك لأنها ليلة ذات قدر وشرف لنزول القرآن فيها، أو لأن الذي يحييها يصير ذا قدر وشرف، فعبادة المسلم فيها تعادل عبادة ألف شهر. ومنهم من قال أنه في هذه الليلة يقدر الله عز وجل أحكام تلك السنة، فسميت ليلة القدر، فتكتب فيها الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة. واستندوا إلى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يفصل ويبين. ولهذه الليلة علامات وردت في أحاديث شريفة، ومن هذه العلامات أنها ليلة معتدلة، لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلة طالقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. ومن العلامات أيضا أن تكون ليلة شديدة الإضاءة، لا يرمى فيها بنجم، أي لا ترى فيها الشهب. وقد ثبت عن الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليلة بلجة، أي منيرة ومضيئة، لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم. ومن علاماتها أيضا انشراح النفس وطمأنينة القلب، بالإضافة إلى سكون الرياح وصفاء السماء. ولكن شاء الله عز وجل أن تبقى هذه الليلة غير محددة حتى يجتهد المؤمن في جميع الليالي. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنها في العشر الأواخر من رمضان، وقالوا أنها في ليالي الأوتار أرجى منها في ليالي الشفع. ويبقى تعيينها تحديدا مما لا يعلمه إلا الله، وهو مجال للسبق والتنافس. فمن أدرك هذه الليلة فقد فاز فوزا عظيما، فيضاعف أجر العمل ويستجاب فيها الدعاء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من أحب الدعاء في هذه الليلة، فاللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه نصيبا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين.